والمضاعفات كثيرة جدا، يعني نسبة اللي هو الوفيات 100%. ايش رسالتك يا عزيزي؟ رسالتنا انه يجب ايقاف هذه الحرب، يجب ايقاف هذه العبادة. حتى المدنيين، حتى ليس لهم اي علاقة بالموضوع، لا العسكري ولا السياسي ولا هذا. يجب على المجتمع الدولي انه يضغط على حكوماته كان يتم ايقاف هذه الحرب. هذا لأول مرة احنا نشوف إصابات مثل هذه، حروب من درجة رابعة، إصابات مباشرة في كل الجسم. حسبي الله ونعم الوكيل.